هنالك قلق من الولايات المتحدة الأمريكية بحسب إنسايد سورسز وغيرها من الأوساط الأمريكية من أن يكون هنالك استثمار، كما تفضلت قد يكون الاستثمار خارجيا إلى الداخل العراقي، مثلا إيران تستثمر زيادة نفوذها مع احتمالية العودة للاتفاقية النووية، والقلق من الصراع مع روسيا والصين كبير جدا، هذا هو تركيز الكبير بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. هل تعتقد إذا ما طالت هذه الأزمة التي نراها اليوم في العراق، هذه الأزمة السياسية، قد فعلا تجعل، لا أريد التركيز على إيران، ولكن قد تجعل بعض الدول أن تستثمر في الداخل العراقي، أن تجد طريقا للتواجد بشكل أكبر على الداخل العراقي في ظل أن الجميع منشغل بما يجري بين التيار وبين الإطار؟ أنا أعتقد صراع الأزمة الداخلية العراقية هو صراع نفوذ خارجي، يعني هي ارتدادات التقاطع بالنفوذ الأمريكي والنفوذ الإيراني في الداخل العراقي هي التي أدت إلى انقسام القوى الداخلية. يعني هناك قوة عراقية تبنت خطاب داخلي، وهناك قوة عراقية أخرى تبنت خطاب مغاير، فهذا هو من مسببات هذا الانسداد السياسي اللي حصل، العملية السياسية أو حالة التصادم التي نناقشها الآن. فوجود الفاعل الخارجي حاضر يا أستاذ، ولكن مدى فاعليته، أنا أعتقد حتى الإيرانيين أستاذ أحمد، أنا تابع الصحافة الإيرانية، هم قلقون جدا، يعني وهذا عبر عنه يعني خطيب زادة وغيرهم من المتحدثون باسم الخارجية الإيرانية، يعني تخوف إيران تخشى أن يحصل صدام شيء، لأن هذا الأمر سوف لن ينقلص نفوذها فقط، خصوصا وأن الصدر يستخدم مرقة جماهير، وهذا أمر صعب، يعني هذه مو مثلا داعش وتروح تقاتلها وتبعث دعم عسكري، ماذا تفعل؟ هل تكرر مذبحة تشرين على سبيل المثال؟ صعب جدا، ستقل حظوظك وحظوظ مناصريك في الداخل، فلا يوجد إلا، ولذلك أنا أعتقد الإيرانيين ذاهبين بدعم فكرة احتواء الصدر، يعني التفاهم مع الصدر وإيجاد حل غير عسكري للخروج من الأزمة. الأمريكان أيضا لا يريدون في هذا التوقيت، لأن حضرتك أشرت إلى نقطة يعني جدا مهمة، اللي هي قضية الصراع يعني مع الصين تحديدا وروسيا عبر إيران، هذا أمر مقلق بالنسبة للإدارة الأمريكية، لذلك ستبقى حالة استقرار المشهد السياسي العراقي ترسم التوازن بالقوة بين المنظومة الغربية والشرقية في الشرق الأوسط في ظل أزمة الطاقة والصراع على الملف النووي الإيراني وحالة الاستحضار العسكري للمنظومة الغربية أو حلفاء أمريكا بالجهة المقابلة لإيران. هذا كل التفاصيل ممكن يكون العراق ميدان لها، وممكن يكون العراق هو السبب في إطفائها. يعني العراق ممكن، يعني الأمر متعلق بمستوى التفاعل في الداخل العراقي وأين ستتجه الأزمة. إذا حصل حالة من التسوية الداخلية ممكن أن تؤدي إلى تسوية خارجية، بمعنى أن يعاد صناعة قواعد الاشتباك في الداخل العراقي بين أمريكا وإيران من جهة، وبين المنظومة الشرقية والغربية من جهة أخرى. فأنا أعتقد هذه التفاصيل أستاذ أحمد التي نستطيع نقرأها كمحللين بمرور سريع. نعم.